بسم الله الرحمن الرحيم. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين.
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وحدرسك نعاو كبلاب ميا سورة المرسلات وانا سورة مكية وحني سودك تي سورة الهمزة دبديد آيات كيدو وكنتن كلمات كيدو نوا بقول هي سديتا كالمدود حروف تيدو نوا سديت بقول هي اللحية طبعا حرف هذه السورة إلهي سبحانه وتعالى بلو قيدة وحاو كتل مامي ربي أو كدارتي وحددك اللو يبو هيائن دعيه وقيام الساعة وأهوالها أي صورة مواضيع ضوغه الرئيسي أي كهذا شايته دبدي إلهي سبحانه وتعالى وحاو كحجسي موضوع تخويف الكافرين بالإهلاك عبسي قلين تقال هذا اللقو عبسين أيوه إن لهلاق أيوه ووحوي أن هلاقه هنتوي هاي ألم نهلك الأولين وحكى له إلهي سبحانه وتعالى وصورة دك قورمي من مظاهر قدرته عز وجل وتخويف الكافرين بها مظاهرته هي مقالدة صنية إلهي سبحانه وتعالى أودي سوحك أبو ري يسدوح خلقي يا عبسي قال انت قال هذا اللي قو عبسين ايو إلهي سبحانه وتعالى أودي سائي قدر ديسا ضبط إلهي سبحانه وتعالى وحاو كحجسي تحذير الكافرين من أهوال يوم القيامة وتهديدهم ديقست قال هذا اللي قد ديق ايو مال انت قيامه لباتوينك اي عذابك يا عقوبة تالله يا هديدي دار انت اللي قو هديدي اللي قو هنشبي طبعاً إلهي سبحانه وتعالى خاتمة صورة صورة آخر كذا وحوك قورمي جزاء المتقين إن المتقين في ظلال وعيون طبعاً وحوك ختمه قبدي يقنانة كانوا كردقي عاقبة المكذبين المجرمين يعني كو حق بيني يا حما فلا ياشا عربت حن يا عذابك أي لك الميان
قال الله تبارك وتعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. كلمات كان إلهي سبحانه وتعالى أكد أرتي أقوال دورة أي مفسرين تأي كليه ومفسرين تقاركود يعني كلمات كان لقد أرانا يدمان تود وحي كدقى ينضبي لها ومركا معنوه وحاو نقنية والمرسلات دبيلها لصود رأي أيان كدارنا يا عرفا إيغو أو إسراع راعصن أو استبتشوغ أصل كعرف غوحل إذا عرف الديك أما عرف الفرس فرس كأوكل اللقنتيسة هل كتمها أي كورور سيهين أي عرف الفرس ليدا ديغنا هل كأير مدحيسة أسر رئيسة تمها يرى كورور سن أي عرف ليدا marka urfi waxa loo yiri waa timaha xiriirsan ee waxa weeyaan isku urursan waxa marka loo adeegsado urfiga wax kasto mutataabic oo israacsan oo isdaba jooga oo waxba u dhaxeyn macnuhu marka waxa uu noqonaya wal mursalaati dabaylaha la diray baan ku dhaaranaya ba alla u yiri urfa iyaga oo xiriirsan oo israacsan oo isdaba jooga فالعاصفات دبيلها دبنا يا أيان كدارنا يا عصفا دبشو معناها سحوق حولها ودعيا الله حولي والناشرات وحن كدارنا يا والناشرات دبيلها فدنا يا إفافنا يا نشرا فدن ضرورها ومعناها دبيله daruuraha ayay ka xaynayaan oo halka Alla ugu talagalay ay geeynaan ama ay kala fidinayaan oo ay baahinayaan marka wanaashiraati dabaylihi fidinayay ee daruuraha kala bixinaya ama baahinaya baan ku dhaaranaya nashran fidin ama faafin iyo baahin fal faariqati waxaan ku dhaaranaya fal faariqati dabaylihi كلك حين يضرورها فرقا كلك حين ومعنى الروبك مركا أقوه ضرورها كلك حين يكلا يعني وحويان كلا فردين ايا وده ضرورها ايا ده مركا ضرورها مركا روبك أقوه يعني وروبك دائن يعني وحويان ضرورها ايا كلك حين ايا فالفارقات دبيله كلك حين يفرقا كلك حين ee macnaha daruuraha kala kaxeynayaan ku dhaaranaya marka roobku uu go'o ee aanu daayn fal mulqiyati daruurihi waxaan u jeedaa dabaylihi ridayay ayaan ku dhaaranaya ba alla wadi fal mulqiyat ilaa dabaylaha ayaynu dhamaan ku wada fasiray marka fal mulqiyati dabaylihi ridayay ayaan ku dhaaranaya ذكرى حسك إلهي ردي وهل كي يكون رديان في قلوب العباد الضوام مدى أوركود يقلب قودة وسيدي يقول رديان معناها الضبيله مركة أي صوك عان أي حوق أي حولك أي كس عدان قلوب تا الضوام مدى إلهي وحق ليس عبسي عبسي داسي وحي كحن باريسا إن إلهي حسوستان ورب أي حسان والضبيش شركي دا أي كمغن قلا ولذلك السنة واتي أهيد الدبيل مركا يسوك عضو إلهي خير كيدا إنا دويدي ستي خير كاللغو صدري شر كيدا نعت كمان غشي شر كاللغو صدري اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت بها ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت بها نبينا صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة أي تلمام يسو دبيل مركا يسوك عان أما الروب مركا دبيل دعيان أما الروب يعني ضرورة يفض وسوك عو guriga ayuu gala bixi jiray marna uu gali jiray marna uu ka soo bixi jiray iyadoo cabsii iyo waxa weeyaan ee argagax uu ka muuqdo marka la waydiiyana ee la yiraa dadku waa bay ku faraxsan yihiin oo de marka ay daruuruhu soo kacaan waa la sahaminayaayo halkaas uu hayaayo halkaas uu ku soo beegan yahay de marka la hilaadinayo roobkii la leeyay meel heblaayo haya ama fadkii uu soo kaco de dadku bil aksi waa bay ku farxaan ee rasuulka allah maxaa kugu dhacay marka rasuulku waxa uu tilmaamay oo maxaa ku ogeysiiyay dabaysha soo kacday ama roobka soo kacay ama fadka ku muuqdaaba cadaab inuu yahay in la qoon ba sidaas oo kala daruuro iyo fadkii cirka ku dhacay ku soo yaani samaysmay markay arkeen
ee ay yiraahdeen hada caaridu mumtiruna alla ilaah fadka iyo roobka soo kacay waa la ino roobeynaya oo waa roob markaas lagu yiri bal huwa mastaajaltum bi riihun fiha adaabun aliim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha iska dhaaf roob iyo raxmaad inuu noqdo eh waa waxa degdegsanayseen waa cadaabkii aad sugi laayeen waa dabayl wax walba baabi'inaysa oo cadaab kululi uu ku sugan yahay marka macnuhu waxa uu yahay dee daruurtii soo kacdaaba inay raxmaad tahay ayaa kuu sheegay dabayshii dhacdaaba inay khayr tahay ayaa kuu sheegay dad baa dabayl lagu halaagay dad baa roob lagu halaagay iyo duufaan marka macnuhu waxa uu noqonayaa fal mulqiyaati dhikran waa dabaylaha xuska ridaya ee macnaha quluubta aadamaha xuska gelinaya ee ku xambaaraya markay dhacayaan ama ay xoog u soo kacaan dee addoommadu ilaahay inay xasuustaan iyagaa u sababaya falmulqiyaati dabaylihii ridaya ayaan ku dhaaranayaa dikraa xuska rabbi ee qalbiga addoommada xuska ilaahay ku ridayay gelinayay maxay u ridayaan xuska iyo dikriga cuduran waxa weeyaan cudurdaari darteed aw nuduraa ama digis loo digaya dadka darteed waxaa kaloo lagu fasiray cuduran in la yidhaahdo ay macdiratan liahli lxaqi fi dunya waalaakhira liitibaacihim lxaq yacni waxay sidaa u yeelayaan cudurdaar loo cudurdaaraya dadka ahlulxaqa ah ee xaqa raacay looguna cudurdaaraya xaqii ay raaceen oo laleeyahay idinka canaan iyo culays idin ma haysto aw nuduran ama digniin oo ay watakhwiifan liahli lbaatil licadami itimaacihim lxaq yacni digistuna waxa weeye waa takhwiifan liahli lbaatil cabsigelin dadka ahlulbaatilka cadaab lagu cabsigelinayo licadami itibaacihim lxaqa raacid la'aanta ay raaci waayeen xaqii ee ay ka baydheen dariiqiis ama cuduran waxaa la yidhi ay icdaaran cudurdaar tirid macnaha in laga zuuliyo oo laga tirtiro wax marmarsiiye iyo macdiro ah oo waxay waafaqsan tahay marka rusula mubashiriina wa mundiriin lialaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda arrusul yacni ilaahay rususha wuxuu u soo diray inay mu'miniintana janno ugu bushaareeyaan gaaladana cadaab iyo cuquubo ay uga digaan oo ay ku cabsigeliyaan si aan dadku ilaahay agtiisa gar iyo xujo hadhow aanay uga helin oonay hadhow qiyaamaha maxsharkii qiyaame marka laysugu yimaado si aanay ugu marmarsiyoon maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiir bushaareeye iyo dige midna noomu iman si aanay u odhan oo xujada aanay u helin ayaa rususha loo soo diray markaa dhammaan qasamka waxaynu ku fasirnay kelimaadka alla uu ku dhaartay dabaylahaynu dhammaan ka dhignay waxaa kaloo lagu fasiray saddexda hore in laga dhigo dabaylaha labada ku xigana malaa'igta sidaa loogu qaybiyo markaana macnuhu waxa uu noqonayaa walmursalaati dabaylaha la diray baan ku dhaaranayaa curfan iyagoo isdaba joogo israacsan falcaasifaati dabaylaha dhabanaya ayaan ku dhaaranayaa casfan dhabasho ee macnaha xoogga u dhacaya wannaashiraati dabaylaha fidinaya daruuraha ee kala baahinaya ayaan ku dhaaranayaa nashran fidin yacnii dabaylaha daruuraha fidinaya ama kaxaynaya ayaan ku dhaaranayaa nashran fidin iyo waxa weeyaan kala bixin marka saddexdaa laga dhigo dabaylaha falfaariqaati labadan dambana malaa'igta falfaariqaati malaa'igtii kala saaraysay ayaan ku dhaaranayaa xaqa iyo baatilka farqan kala saarid ee macnaha la imanaysay wax xaqa iyo baatilka lagu kala saaro dee waxyigii ah ama la imanaysay wax xaqii iyo baatilkii kala muujinayo oo dee gaala iyo ehelkeeda inay halaagaan mu'miniinta iyo waxa weeyaan ahlulislaamkana ay u heeliyaan falmulqiyaati malaa'igtii ridaysay baan ku dhaaranayaa dikran waxyiga ee ambiyada ku soo ridaysay markaa ilqaaguna waa bimacna alinzaal ama tanziilkii soo dejintii innaa sanulqii calayka
قولا ثقيلا مركا فالملقيات ملائكتي ردي سيبان كدارنا يا ذكرا وحيقة يا معناها قلوب تأنبياء كسو ردي سي أما رسوش أوحيون سي وحي كسو دجيني سي محا أي وحويا وحيقة ملائكتو كسو ردي سي أنبياء عذرا عذر دار الدرتيد أو نذرا أمدقيد لودقا يددك الدرتيد يعني كو قال هذا حق كبيرنا سلوغو ديغو عذاب لوغو عبسيو كو راعنا سلوغو عذر دارو أو يعني وحويان دي عنان إيا عتاب إيا عذاب مدنا أنو دوشو دا أنقن إلا نحقي وي راعينا الله وحوري إنما توعدون يعني إنتا صور دنبان كو صور دارتيه إنما توعدون وجوابك قسمك waxa la idin yaboohay ama la idin ku goodiye la idin ku hanjabaya ee cadaabka ihi la waaqicun waaki dhacaya yaani waxa la idin ku hanjabay ee cadaab iyo cuquba ihi waaki dhici doona goor ay noqotaba innama tu'aduna waxa la idin ku goodiye ama la idin ku hanjabaya la waaqicun waaki dhacaya يعني قيامته ويدعي عيسى عذاب هي عقوبة هي عليس بدنا وأد لكل مدون تانا دات رمي ويدان الله وحوري فيدا قرتي أن نجوم حدقه طمست هذا بإلهي مركو كرد عرتي وحي الله يسكو يبوهي إنو دعيو أنو باقني أيا وحو تلمام يا على مدها أما وحيابها دعتان كا قيامت الله سعودي أستامه إذا كمد الله مركا وحوري فإذا قرتي أن نجوم حدقه طمست لما صحو إفتين كي نور كي لقى قاضو وإذا قرتي السماء سمدين فرجت لفيدو إلا بلق إلا فرو سمدي قل دلولة إيا دلول كأن لهين إلهي وديدي وما لها من فروج ما لنتا ميل والبوي كفيد مساوة لقى فريا إلا كون كيبا خرابي وادون كيبا لرغيا وفتحت السماء فكانت أبوابا سمدي والله بلقو والله فري مركزي الباب النقطي ملائكتي أي كسو دادقيس وإذا قرتي الجبال بورهين نصفت لسيره سيدا بورد دبيل الرعي أما كنتو دي لغا زولية لغا رجيو وإذا قرتي الرسل رسشين أوقتت لو مديو حلقي أمدهوغا كمر خاتك عيين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم أمدهنا وحلقورنا يا ماذا أجبتم المرسلين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين مركا إلهي سبحانه وتعالى رسوشين وريسان يوى سؤاليا كوي اللود درو أمم كي أنا تقول سؤالي مركا وقت الرسوشين اللوم مديو حلي قال سؤالي أما أمدهوغي أي كمر خاتف ريان أما وإذا قرتي الرسول رسوشي أقتت أي جمعت لا جمعي لا كلميو يوم يجمع الله الرسل إلا والله ورورنا يا وانا لسؤالي أمد والبا وحي اللود دري أما حلكي لساري لأي يوم أجلت يقال وحل أرانيا لأي يوم مال كيبا أجلت دبلوغو ديغي يعني أرنتن مال انت دبلوغو ديغي ومال كي جوابتي محاي نقطي ليوم الفصل أي أجلت وحد دبلوغو ديغي ليوم الفصل كالساري ديوم كيدا مالين تعددك لك لسارة أي دب لغو دقو قيامة وما أدراك محاكو قيسي النبي الله ما محاويها يوم الفصل كالسارة دا يوم كيدو وحاويها محاكو قيسي ويلنه يومئذ مالين تا للمكذبين كو حق بيني أيو سقنا دي يعني وحا سورة كسو نقنقون إيسا ويل يومئذ للمكذبين الى توبنشر ميلهاس وخا لا يدي ماركا ماركاسو نوقتو
وللتأسيس اللي تأكيد معها معناها اللي تأكيد ما هو تيهورون لقوم أكيد يوم نوع تكرار يسوع العليني كم أشرته أو تأسيس كوه حوي مد والبا معنى عصبة تصنيسة أو حوي هاي مركز تو ويل الله شيعه وحكه الرئي أرحم الله حصي أو أما أمورتي آخره يغيب كي يوحي أبلا مدا أما عذابك يعقوب هذا قال هذا كل مدونة يعني وحباكه الرئي مركز مد والبا وحكه الرئي كوا بيني أيها الأكسمي ويان معنوه أي مكتوسالة أهان يوم الفصل بالله صوشة جسما مركا معنوه وحون قن يا ويل نهوك يوم إذن مالن تقيام قيامة وأيد عيسو للمكذبين كوا مالن تبيني أبو أسقناد يوم الفصل يا مركا سدا أيام مد والبا وحلاقو فصير يا هذا الككهر يا كوا بيني إذن مركا دي تأكيد ما نقول إيسا وتأسيس مد والبا معنى عصب أيه تسينيسا الله وحوري والمرسلات دبيله لدريبان كداران يا عرفا إيغو استبچوغا فالعاصفات دبيله دبن يا أيان كداران يا عصفا دبشو والناشرات دبيله كلافدين أيي أما كلابحين أيي أيان كدارنا يا ضرورها نشرا كلابحين أما فدين فالفارقات ملائكتي حق أي بادل ككلساري سبان كدارنا يا فرقا كلاسارد لإيمان أيي وحق أي بادل كلاو كلاسار فالملقيات ملائكتي ردي سبان كدارنا يا ذكرا وحيقة أنبياء كسو ردي سي أما كسو دجيني سي عذرا لأجل عذر عذر داري درتيدنا وحيغا أنبياد أغو سودة جنيسي أو نذرا أي إندارا أما ديغستت كاللو ديغي درتيد وحيغا أغو سودة جنيسي جواب كيوام حي إنما توعدون اللواقع وحاصورنا اللوحي الوحان أغو دارتي إنما توعدون وحالا يدينكو هنجبيو إلا يدينكو قوديا لواقع كي دعيوي إردبعة قيامة إي أهواشيد غور ما يدعيسا الرمان مرك يمادا فإذا غورتي النجوم حدقه يضمسط لما صحو إفتين كي بلغ قاضو وإذا غورتي السماء سمدين فرجد لفيدو وإذا غورتي الجبال بورهين نصفت لصيرو وإذا غورتي الرسل رسشين أقتت لو مديو حلق يومده وقكم رخاتك عيان لأي يوم يوم كيبا أجلت لو دبدك أرنكا ليوم الفصل وجوابك ليوم الفصل أي أجلت مالنكا وحلوك دبدك ليوم الفصل كالسارد يوم كيدا وما أدراك محاكو قيسي النبي محمد ما محاو يهي يوم الفصل كلا سارد يوم كيدو ويل هوغ يومئذ مالنتا للمكذبين مالنكا يوم الفصل كوا بيني اي يا الله إله هوغ يهلاك بهانتو وهاضي الله وحولي على ابن هلك أميانا هلاقن وأن هلاقن واستفهام تقريري بمعنى الإثبات أي أهلقناه على ابن هلك ميانا هلاقن الأولين كوي هوري ميانان هلاقين وأمضيه دي النبي محمد بسو ساري دي سكوه ريي سيدي ري عادية ثمودية قوم النوحيو كوا ميانان هلاقين ثم نتبعهم طب يدوحن الراعين إنا كوا هوري الآخرين كوي دنبانوان الراعين إنا ومعنها كوي دنبي يقونا قالوا بي النبي محمد بعثدي سي كدب رسول كماركي الله صدر كدب كوي قالوا بينا كوا هوران الراعين إنا أوه كوا وحيه لا إياه ليا الله وحوري كذلك سدا كوا وانو عذابني سدا صوكالي أيا نفعل وانو كسامينا إنا بالمجرمين حما فلاياشا مركوا وعيد يقود أذك ولوسو تشيدين أيو إلى يوم القيامة إلا انت الدنيا دو كدمانا يسو عدوال أو كوا وددو دمرتا سنادي كوا هشي اما وددي اي مرين ام با ايغونا مريان او دي عذاب كي عقوبة دي باكو سودغيس الله وحوري ويلون هوك يوم ايذن مالن تا قيامه للمكذبين كوا بيني حق ايو سقنادي او
دي هلاقا اي عذابكا اي عقوبة دا امضيه هوريه لي كوة بيني ايراه دا وحلا عذابي بمجرين دي وحويان هوك باوسوك ناضي الله وحود ألم نخلقكم ميانان اذن كأبورين وانو اذن كأبورين مما انبيا ميانان اذن كأبورين بياسو مهين ليتو حقرا وفجعلناه ميانا بيا كييل في قرار ملصقا مكين إلالي إلى قدر إلى وقت ميانا ييل وقت قاسو معلوم لأقيهي يعني إلا زمن معلوم لأقيهي أو انت إلهي أقدري إيه وقون ديئة من دافيو كان دنان مايو او الموالبا انتي الله وغو تلقلي اوركو يدي انو كوچيرو ايو كوچيريا ما ساقال بلودبا ما تضبو كدلانيا ميوكا بدانيا ميوكا يرانيا الى قدر معلوم الله وحوري فقدرنا اي فقدرناه وانو قدرهي يعني خلقك اي ابور كيسا اي مراحشة وصومر اي اوردان انك اي قدرهي ويسكو چانگويني فنعم وحنعم لهاداي القادرون أي المقدرون كو صدا وحو قدري او قرشي او قوندي أي الله إله النعمة لهذا مركا فقدرنا ومن التقدير يعني صدا سان أقدري الله إله كو وح قدرنا أنك أو ناكسر ومن التقدير وحك الله قفصري من القدرة أو فقدرنا وان أودني على ذلك يعني أبور كان صوشا يقني وأن أودنا أنك أودي إيطاليا قدرة أوله فنعمة وحنعمة لهذا وناكسنا هذا القادرون يعني كو أودي إيطاليا قدرة أوهلي أرنكاس مركا فقدرنا من القدرة أما فقدرنا من التقدير لا بد والله قفصرة الله وعوري ويل هوك يومئذ مالنتا للمكذبين كو حق بيني ايو اسقناد او ابور كا انسان يا مراحشه وسو مريو يا رب سيده و خو قدر و قرشيهي تعيد بينيسا هلا غاسا هانتي وا الله وحوري علم نجعل ميا نان كيهلين الارض ارلدا كيف انتي اورورينيسا احيا ان كو نول يا واموات ان كو دنتيبا وجعلنا وحنا نكيهلي فيها ارلدا دخديدا رواسيا بورها كتاغن اي كردبان اي ديباد اي قدمد دولك اتكين اي لوغا ديغي اي انوار لده دحديد اي اللي بورها سو شامخات دادير او ادي ادو دادير واسقيناكم وحننو ايدن ورابنني ما انبيا اي انو ايدن ورابنني بيها سو فراتن اي عذبا معان ويلن هوب يوم ايدن مالن تا قيامه للمكذبين حقك وبيني وصغناضي الله سبحانه وتعالى آيات كان وحكو تلمامي كو يعني وحويان هلاقي إيا عذابك أمضي هرو هلاقي إيا كوة ضمبي كوة هرو ددو ضمرا إنو هلكي كوة هرو مرين أيو إيا أرنتاسي إنا يسنة إيا چيد لمر إيا أطاهي عدك استوفع الكاسو كلا سميسا وكذلك نفعل بالمجرمين ووعيد يقود ويا لعد كستوت ماذا إلى يوم القيامة إلا أنت أدون كرمانيو طب هذه الله وحوت المامي بعض مظاهر قدرته وحيابه مقالة صنيع أود إيا قدرة إلهي وأي كم تهاي سيد إلهي وحو أبو ري بيها ضعيف كليتة مرض هذا هديك جاران عدس كم ما يريسو أغلب صنيعسو كواس ايا انسان كاغا كبري قوقي اي لغا جوغي لاياي كواسا الهي كا ابوري دبدت بيها يري حقيران الهي ميل سوغن بو دغاي او وا علم غلانكي اما مكانكي اما رحمكي هويدا حدنا وا لغو الهالي او الهي قدرتي سمر الله مركو علمها سي غلو ايو مكانكا سي خدميا هبنك هويدو اي فولانايسو ايو حدنا فرميا إلا ثم السبيل يسرى إلهي بقى سهلي والباب كي وسومري الباب كي حدنا أي الله بلق يا مرك عبد الله نيس والرحمة دي أن حديث إلهي سبحانه وحالك إلهي كو إلى علينا يا إلى قدر معلوم إلا وقتي لجرنا يا إلهي أوجي هاي عدك للي ما أوجا
dabadeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu isagu sidaa wuxuu qadaru u qorsheeyay awoodda iyo qudradaana isagu u leeyahay tabaaraka wa tacaala. Dabeed rabbi waxa uu sheegay arlada inay tahay mid ururinaysa dadkii oo dhan oo wixii noolaana dusheeda ay waxa weeyaan ku tabcanayaan oo beeranayaan oo dhisanayaan oo ay dhaqanayaan, dee kuwii dhintayna uurkeeda hoose ama caloosheeda lagu aasayo. ilaahay waxa uu sheegay arlada inuu buuro dhaadheer ku dhidbay. alam najcal ilarda mihaadan waljibaala awtaada, ama waa tii nagu soo martay. ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu yidhi arlada miyaanan idinka yeelin gogol, waa gogosha aynu ku soconno, aynu ku seexanayno, aynu dhisanayno, aynu qodanayno, aynu beeranayno, aynu midhaha ka goosanayno, waa gogol. waljibaala awtaada, buurihiina waa lagu dhidbay oo qodimadaa lagu dhidbay lagu adkeeyey ayaa looga dhigay. yacnii awtaad jamcu watad waa qodimada marka taandho meel bannaana lagu dhisayo oo kale, waa qodimada ama qoryaha dhulka loogu dhidbo si taandhadii xadhigga loogu soo xidho oo aanay dabayluhu dee u qaadin. marka arladii si aanay inoola dhaqdhaqaaqin ama inoola dheeliyin ayaa lagu dhidbay qodimada rabbaaniga ah. oo ilaahay waxa uu yidhi waalqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum, ilaahay arlada dhexdeedii wuxuu yeelay buurahaasuu ku qotamiyey an tamiida bikum ay lianlaa tamiida bikum, si aanay idinla dhaqdhaqaaqin ama aanay idinla dheeliyin. oo miisaanka dhulka ayaa buurahaas lagu waxa weeyaan cusleeyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu sheegay inuu biyo macaanina waraabiyey ama raxmaadka cirka ka soo dhacaya ama kuwa ceelasha hoose aynu waxa weeyaan ka dhaansanayno, biyaha macaan ba allayna siiyey subxaanahu wa tacaala. madaahirta qudradiisa waxaa ku jira dee in dadka muuminiintuna ay ku waantoobaan ay wax ku qaataan, gaaladana lagu cabsi geliyo si ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu soo noqdaan. allah waxa uu yihi alam nuhlik miyaanaan halaagin alawaliina kuwii hore, uma nutbicuhum dabeed waxaanu raacinaynaa kuwaa hore, alaakhiriina kuwii dambana waanu raacinaynaa. yacnii aakhir iyo aakhar ha isku khaldin, aakhir waa ka dambe, aakharna waa ka kale. marka waa kuwii dambe ilan aakhiriina jamcu aakhir, uma nutbicuhum dabeed waxaanu raacinaynaa kuwaa hore, alaakhiriina kuwii dambe ee kuwaa ka daba yimid ayaanu raacinaynaa. kam taraka alawalu lilaakhir, soo lama odhan yacnii kam taraka alawal lilaakhir waa xikmad, imisaa kii hore kii dambe uga tegay. yacnii culimmada sheekhba sheekhu ka dambeeyey waxaa laga yaabaa kunuus iyo macaalim aanu kii hore ogeyn dee in ilaahay u furaa ma u ogaado. allah waxa uu yidhi marka alam nuhlik miyaanaan halaagin alawaliina kuwii hore, uma nutbicuhum dabeed waxaanu raacinaynaa alaakhiriina kuwii dambe, kadaalika sidaa macnaha sidaanu kuwaa u gallay oo kale ayaanu nafcalu ku samaynaynaa, bilmujrimiina kuwa xuma falayaasha ah, waylun hoog yowmaydin maalinta, lilmukadibiina kuwa xaq beeniya ayuu u sugnaaday, alam nakhluqkum miyaanaan idinka abuurin, min maa'in biyo, mahiinin daciifa oo liita, wafajacalnaahu miyaanaan biyaha ka yeelin, fii qaraarin meel sugan, waa makaankii hooyadee meeshaasoo makiinin la ilaaliyey, ilaa qadarin ilaa wakhti ayaanu ka yeelay, qadarkaasoo macluumin ay ilaa miqdaarin macluumin min alwaqti, yacnii ilaa qadar la garanayo wakhtiga ka mid ah ayaanu halkaa ka yeelay, waa inta caloosha hooyada aad ku jirtay uurka lagugu sido. allah waxa uu yidhi faqadarnaa ay faqadarnaahu, dabeed waanu qadaray oo macnaha annaka ayaa qadaray abuurka iyo maraaxisha u marayaba, faqadarnaahu waanu qadaray baa allow yidhi fanicma waxa wanaagsanaadoo nicmo lahaaday, alqaadiruuna ay ilmuqadiruuna kuwa wax qadaray waa annaka eh. jamacuna hadda waa litacdiim, ilaanka wax qadaray waa rabbi, cidii lamay qadarin, laakiin innaa naxnu nazalnaadii oo kale waa tacdiim. mar haddii ilaahay adeegsado damiiruljamac waa damiirulcadama, weynida iyo weynaynta weeye. markaa min ataqdiir ama min alqudraba dhaho faqadarnaa waanu awoodno, yacnii calaa daalika arrinkaa abuurka iyo maraaxishiisa
أنك أيا كري وأود إيا كرتي إيا قدر أهلي فنعم هذا وحنعم لهذا القادرون أي على ذلك أرنكاك وأود كري إيا قدر أهلي أيا وناكسنا ذي وأنا الرب سبحانه وتعالى ويل نهوك يومئذ ما لنتا للمكذبين كو حق بيني أيو سقنا ذي ألم نجعل ميانا كييل الأرض أرلذي كفاة مد أرور نيسا أحياء كو النول إيا وأموات كو دنتيبا وجعلنا وحن كييل فيها أرلذ دحديدا رواسي بورو شامخات دادير واسقيناكم وحن إذن ورابني ما أنبيو فرات أي عذبا معان ويل هوك يومئذ ما لنتا للمكذبين حقك وبيني أيو سقناضي انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون هل كنوا تهكم يا جيس جيس يا بهدلات لغو سمين أيو كوي قال ذا هاي أدونك أمرك إلهي لوغو تاقواهي وايو كوا ما انت حق إيه الكيسة كو جيس جيسة إسيدا يدونام بكييلا وحي سمين أيو وحكا درن بالغو سمين أيو آخرو هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون ما كانوا يفعلون الله وحوري مركا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون أي يقال له وحلقوا أرنا يا أهل النار كي انطلقوا أكعتما وطقع إلى ما كي حقيس أكع كاسو كنتم آهيدين به ماغا تكذبونك وبينية معناها عذاب كاد الدنيا دا كسو بينين شرتين وكاس حقيس أكع بل هذا وحسك قبتوي وحلقوا أرنا يا انطلقوا أكعتما إلى ما عذابك حقيس أكع عذابك كنتما هيدين به عذابك تكذبونك وبيني انطلقوا أكعتما بالأرنا يا أكع إلى ظل هاد حقي أكع هاد كاسو ذي ثلاث شعاب قيب سدحو صاحبة وحدو كعدان أكعتنتان هاد سدح فراق له أما سدح فرارود له أما سدح لامود له حقيس أوكع هاد كاسو لا ظليل مد إذن هرين يآن أهين ولا يغني أوان إذن كان ديقين من اللهب أولوك حقيسنا وحب إذن كترين هذا هو تهكم يا جاس جاس قيقي جهنم إي أولوك دي أيام مركة الضبولة أولوك جهنم إي قيقي أي واحد لو قم مثلا سيدي هاد أوكله هاد نما تري وهلك مركا واحد للي جاي هاد كاسد حدا فراغ له أما سد حدا لامود وكلك عاي حقي سوكع هاد أنا وحي هاد كلا جوش يقال للي إلا هاد ما هي لا ظليل أي ليس بمظل مددن هادين أيود هوس إيه هاد كي لسان تماها ولا يغني من اللهب أول الكجهنمنا وحبيدين كتر مايو إنها نار تاسي ترمي وحي غنيسا بشرر دمبيلو كالقصر فوق يد مود دررك اما كالقصر بور اد مود دررك اي واويندا كانه حال اد مود دمبيلهاسي اما كانه دمبيلها وحبد مودا جماله او رباد مودا او رتاسو صفر مدمدو معنوه وحوي هي بل هدا عذابك دمبيشا كسو دوشا lagu shabahay fooqyada dhaadheer ama buuraha ee lagu shabahay sida awrta madmadow waa dhimbiishi ka soo duuleysay bal cadaab kalaftiisa iyo xaqiiqadiisa xaalkiisu siduu noqonaya ila waxaanu naqaanaa dab marka halka laga shido dhimbiiluhu waa wax yar ka soo duulaya Soomaa marka dhimbiisha iyo dabka laftiisu ma isku awood ba ti hadii dhimbiilihi la yiri waa buuro ama waa fooqyo ama waa awr oo kale ti dabka hul aye ololaya ka bartanka loogu tuurana maxaad u malay naxuudu billaah wax la qiyaasan kara ma aha sida jannadu aanay u ahayn wax bani aadamku qiyaasan karo wanaageeda ayaa naartuna ay u tahay waxaan bani aadamku qiyaasan karin adeygeed iyo culayskeed iyo cadaabkeed iyo dibkeed labaduba deewo wax qayb oo leenaga qariye oo تن وناجي إذا ما قياسن كره تن هلاجي دي حمانتي إذا ما قياسن كره لكن تصال يال أمحي عين قاضن كره أما وحكو فهمي كره أم بلا ينقص قاضن يا الله وحوري ويل هوك
للمكذبين يومئذ مالنتا للمكذبين حق كوبيني أي أسق ناضي الله وحوري هذا كني يوم ومال يوم لا ينطقون ومال كأني دواقي هذا كني يوم لا ينطقون ومال كأني دواقي ومعناها أني هذا الإنباء هذا اللي يهوكم بأني لهي ولا يؤذن أن لو أقلان لهم إياك أي الاعتذار عذر دارشنا أن لو فسحين وفيعتذرون أن عذر دارنين ومال انت أني دواقين عذر دارنا انت الله فصحو أني مرنا بعذر دارنين هل كان عذر دار كيوا لغا أنفيي ملك لنا والله قصوا قي أوه ربي وحاولي يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم فهد عستى النبي الله دات كان أد حسوسيسا مالك الظالمين تعذر دار شدا عذر دارنا يان وحبان وتري وهل كان محاسقا دين عذر دارنا يان لكن وحبان وتري نوع فعل ماي هل كان محال ليدي ما بعذر دارنا يان وحليدي تي يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون في وقت ولا يعتذرون في آخر مال انت قيامه ومال دير ودير كذا أن القياس كريم مركا وقت قصدا ودير حلنا وعذر دارنا يا هو الله فصح يا إنا عذر دارنا ويهض ليانه وعذر دارنا يا وحبس وتر مايو حلنا ما عذر دارنا يا من هض ليان مركا قيامته هو مواطن زمن كذا نوا طويل قيامته يعني مواقف تادية مواطن اللي استاجي أنا ويفربدنيهم وقتي يدنا وفربدني هاي مركان مواطن تيجي جوبها قار كود يجي حلية قار كودنا توي حد ليان وعذر دارنا يا وحبس وتر مايو وقتي هذا قار كودنا ما حد ليان من عذر دارنا يان سداسي أياني سجهري مني وهل كعذر دار شد اللوجو قري وأما ووقتي هذا أما مالها لو أقولان يو هل كعذر دار شد اللوجو دي ذي وأما مالها أما وقتي هذا أنا هدلي الله وحوري ويلنوك يومئذ مالنتا للمكذبين حقك وبيني أي أسق ناضي هذا كان يوم الفصل كالساري دا يوم كيسي وي جمعناكم وانو إذن أرورنا إذنك إيا والأولين كوي هربا فإن كان هدب هدو إذن هذي لكم إذنك كيد شرقول هدو إذن هذي فكيدون بل هدو شرقول وتهكم إلهي باكله يعني واون تشيس تشيس يبه دلاد نمن اوودي ايتالكو هري ما باه عذاب يا عقوبه ايا هانتي وا هدانا الله مخو كودنيا سو ادونيا ميدان شرقولي جيرين ادومديدا سو ادونكا ماركا جوجتين دينتا دبن ولبا يا مكر كاستا يا دغر كاستا وميدان ديغي جيرين هدابا تي ويدنكي رغا رغا اسكا ديغي جيري بل هدا مانتا هدا وخسلا هيسان انيغا شرقولو وخ سمييا احنا ما سمين كرا الله وحوله ويلون هو يومئذ مالنتا للمكذبين حقك وبيني أيو سقناضي الله سبحانه وتعالى آيات كنا وحو كتل ماما يا قالضو عقوبة إيا عذاب كي آخرة كل كل ميا وحانا كتل تخويف إيا عبسي قلين لقو عبسي قلين أيو مؤمنين تنا الله ربين كوان توباني وحكو قاتان وهذا يجير قرآنك يعني ترغيب كي ترهيب كي سوى ذا صعدا ومركا ترهيب لا شيء جاي عبسي جلين سلا يسقى إلاليه وحكو حجة ترغيب إيه بورين سلو جود يرها ذا خير كي وناجا ورحمة ربنا عن لوجا قوسا مركا كان وات خويف كي وحويان ترغيب كي نوا كحجة يو إن المتقين واتكذب بيسا الله وحوري انطلقوا أي يقال له وحلقوا أدنى يا أهل النار كي انطلقوا اكعتما الى ما عذابك كنتما ايدين به عذابك تكذبونك وبينية عذابك الدنيا كسو بينين شرتين وكاسة اتقا وما انت عدادك رئيسان بل هذا يسك الدفاع انطلقوا اكعتما الى ظل هد حقي اكع هركاسو ذي ثلاث شعب قيب سدح وصاحبة يعني وا قيقي يقول لك جهنم كسو بحي صدح ذا فراق أما قيب لها قيبود لها أي حقي سوك على أورانيا وحل يدي لا ظليل هذا حقي سوك على يدي هذا نوح لليه هرماها ويوح واقيقي النار
لضليل مد إدين هرين أي معها ليس بمضل ولا يغني إدين كنتر مايو من اللهب أولوك جهنم إيا ناردنا وحب إدين كتر مايو إنها نارتني ترمي وحي قنيسا بشرر إندن بيلو كالقصر بو يعني وحويا فوق يدر دادير أو كلا أما كالقصر بورها أو كلا كأنه وحبت مودار دن بيلهاني جمالة أورباد مودا أورتاسو صفر مدمدو ويل هوق يومئذ مالنتا للمكذبين حقك وبيني أيو سقناضي هذا كني يوم لا ينطقون ومالنتا أني دواقين إي أني هدلين ولا يؤذن أن لو أقلانين لهم إيقا الاعتذار يعني اعتذار إي عذر دارشو أن لو فسحين أو فيعتذرون أن عذر دارنين ومال وعذر دار أن لو فسحين وأن عذر دارنين ويل هوب يومئذ مال انتا للمكذبين حقك وبيني أيو أسقناضي هذا كني يوم الفصل كلا سارد يوم كيسي وي جمعناكم وانو إذن أرورنا إذنك إيو الأولين كوي هربا هدب فإن كان هدو إذن أهادي لكم إذنك كيد وحشر قول إيا دقاري هدو إذن سقناتي فكيدوني إدكرا وأنيغا إشر قول هدو هاي كادينين إيه ويل هوب يومئذ مال انتا للمكذبين حقك وبيني أيو سقناتي إن المتقين في ظلال وعيون هل كان إلهي وحاوك قليا نعمضا إيا لدنانتي متقين تاوغو تلق لي الله وحاولي إن المتقين كوي إلهي كسو عبسانشري أدونك مركا أي جوغين وحي الله فرين يالي وحي الله ديدين إساقتكي في ظلال هربي كجرا وندخلهم ظلا ظليلا هركي ربطها واكن كي هورا ديل ديل إيا دالانتات iya chees chees lagu chees chees iyo ahlu naarka ayuu aha oo la dhaliilin wala yugni min al-lahab laakin hadkii rasmiga aha iyo raaxadii waata innal muttaqina kuwi ilaahi ka cabsan jiray fi dhilalin waxay ku sugan yihiin aakhira markay jannada galaan had ayaa ay ku sugan yihiin wa uyunin iyo ila durduraya wa fawaakiha iyo waxyaabo lagu faakihaysto أو مما كي يشتهون أي يتمنون وحكستو أي تمنيان ويدونان ومسكح دو دي يمان كودا كسور دعا أي أيه ليان فواكه دا وحا ليرا وحا الروح مركو درقو عنت إي عبيد باو كدرقو ويسكغ فاكي هاي سنيو أي فواكه ليرا وحا عنت دا كدب لعنو وحا ويان فواكه دي خضارتا يوحيا بها الله متكاة يقال له وحلقوا عنا يا أهل جنه كلوا عنا واشربوا عبا هنيئا أي أكلا وشربا هنيئا عند إيا عبتان هنقر مرله أن مرقشو إيا صحة شمدنا أن لهين بما بسبب ما شيء سببتك عناك عبا كاسو كنتما هيدين تعملونك وسمية عمل كي وناكسنا إيد سمينيسين سببتك عناك عبا كلوا واشربوا هنيئا لما أسلفتم في الأيام الخالية الله وحوله إنا كذلك نجزي المحسنين إنا أن نقباء اللويل كذلك الصداس أي كذلك الجزاء العظيم كذلك أي كهذا الجزاء العظيم أبالك وين أوكالي أي نجزي أنك أبا المرين إنا المحسنين كوا سما فلياشي وناق سمية والذين أحسنوا في معاملتهم مع الخالق وفي معاملتهم مع الخلق وكو وناق السميي سيدا أي إلهي أولادق ميان إيا سيدا أدومدي سأولادق ميان با معاملة إلهي وي وناجيين أو أعماش أي سمين أيان وأعمال إلهي أي أبرا احترين وعدك لأني نصيب كلهين سنيه النبي غنا وافق صن معاملة خلق غنا وي هقاجيين أو أف إيا أدن با إيا معاملة إيا دقن با وناك باي كلا دقم إيا وددك وناك مو إيا حماني كما قادو كواسا محسنين ليدا الله وحوري ويلن هوب يوم إذن مالنتا للمكذبين حقك وبيني أيو أسقناضي كلوا وتمتعوا
أي يقال لهم كوا قال ذا أو حلقوا أرنايا كلوا عنا أو وتمتعوا إسكر راحيستا قليلا إنير يعني وحلقوا أرنايا إسكر عنا أو إسكر راحيستا إنير وإنت الدنيا ذا شوكتان إيه ويا إنكم إذنكو مجرمون حما فلي الباتين أو تدم بيلي الباتين ما ندم بيلي التين أو إلهي كجالودين أدونك أنت أتوقتان إسكعون وإسكعبو إسكرها حيستا يعني واحد لقى ترجمة يا الله تلمام يا سيدا حال كود يردقن كود وقالوا وياي وإلهي سبحانه وتعالى وعودي والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له كوا قالوا بي وإن راحيسان يا وحني وحعون يا سيدا حوله وضاقان إلا إن قراد يقر شملها وإلهي أبو ربي قرن وايد marka xoolaha la foofiyaa ba sidee kaynta u soo daaqaan ayay iyaguna u daaqayaan oo wax u cunayaan laakiin wa naru maswallahum hoygooda waxa weeyaa wa naarta haawiya ciyaadan billah wax allah waxay cunto iyo cabitaan iyo raaxo adoon ay ku heleena waxba u tarimaayo allah waxa wuri afaraayta imma ta'naahum sinin thumma jaa'ahum ma kaanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kaanu yumatta'un bal ka waran nabi allah يعني waxa weeyaan hadii aan u raaxayno sanado tira badan yani in fara badan hadii loo raaxeyo oo adduunyada macaan iyo wax walba ay ku soo maraan thumma jaahum ma kaanu yu'adun tabaydu yimaado wixii loo yabo hayay cadaabki uu ku soo dago cuquubadii ay hesho ma aghna anhum ma kaanu yumatta'un muxuu ka deeqay ama u taray wixii adduunka loogu soo raaxeyay أما ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وحي أدونك اللوغو سور راحيني وحبك مديقين وحنا كمطرين وايو ديواكي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كو أنصحي الدنيا ذاكي أقول راحو إيام متعبضنا هل مرمر كالنار تلقوسية لغا سوسارو مركي ليه هذا أيا الله أراني يولي قال لدنان يبرواق ما كسامرت مركاسو أراني يامي الله يو والله بانكو دارتي ولي غينا نراح عارك wax allah wuxuu adduunka ku soo tamatucay ee si walba ugu raaxaystay muxuu ku iloobay hal mar oo inta la quusiyay laga soo saaray de maxaad u malayn ka ay halkaasii hanti iyo hooy lama huraana u noqoto ee halka ku waaraya ciyaadan billa marka yacni wax inta leeg oo daqiiqad aad ku iloobaysa wax aakhiradaada lagu dayacmo mudna adduunyo wax inta lagu lugo aakhira lagu iloobo ma mudna الله وحوري ويلنوك يومئذ مالنتا للمكذبين كو حق بيني أيو أسقنا ذي وإذا قيل مركا لغو إراد اللهم إياقا إركعوا ركوع أوتو كذا مركا لغو إراد أدونك مركا يجوغين لا يركعون مر ركوعان أو ميتو كنشرين وأدو يدا مركا يجوغين إلهي أمر كي سوال لغو تاقواي ويلنوك يومئذ مالنتا للمكذبين كو حق بيني أيو أسقنا ذي الله وحوري فبأي حديث هذا بور كيبي بعده أي بعد القرآن قرآن كدبدي يؤمنون أي رمينيان استفهمتني وللتعجيب من حالهم فإنهم في غاية العناد والتمرد يعني استفهمت اللي سويدي وحويان وتعجب يا الله ياب حال كودي أرن كودا آد لو لياب ومعنه وحوياي nimankum madax adayg iyo canaad waxay ka gaadheen heerkii ugu sareeyay bal quraanka sida wax walba ugu qeexay haday qaadan waayeen warka quraanka soo haray ay rumaynayaan waake xaqu ka imanaya deema jira weey waa niman la yaab leh arinkooduna wax la yaabo u yahay oo aad iyo aad loo la yaab الله وحوري إن المتقين كو إلهي كعبصدا في ظلال هر أي أي كسوغيين وعيونين إيا إلى دردريا إيا وفواكها وحيابا لغو فاكها يستو أو من ماكيا يشتهون أي دونيا نما أي تمنيا وحنا لغو أرنا يأكلوا عنا أو وشربوا عبا هنيئا عنتان يعبتان هم قري مرله بما بسبب ما شيء سبب تيكو عنا وكو عبا كاسو كنتما هيدين تعملونك وسمعيا الله وحوري إنا أنكو كذلك صدقوا أنو أبال مريني أيوم بانجزي أنو أبال مريني المحسنين كو سمفلا
وناغا يا خير كسمية إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إلهي إن عمل وناغ سنسمية أبال كيسا مضيعه ويل هوق يومئذ مالنتا للمكذبين كو حق بيني أيو سقناضي كلو عنا أيا لأورنا يا قالدي أو تمتعوا راحيستا قليلا إير يعني عنا أو راحيستا وحير وإنتا أدون كشوكتا إتال كلمة لهدي ويا إنكم إذنكو مجرمون كو حما فليا لأياته أو حويا دمبابي أو دمبيلا يا الله مركا ديوانا قودي وعيدي كلو وتمتعوا فصحيه اذن ماها ماها رخصت با ليدين سيي وحا دونتان سميه waxay la mid tahay fa masha fa al-yawm wa masha fa al-yakfur yadon gaalima lagu ogolayn aya hadana leedii deeki doonaana ha rumeyo ki doonaana ha gaaloobo nin walbana abaalkiisu helaya allah waxa wari waylunu yawma idin malinta lil mukaddibina ku xaqabeeni ayu sugnaday wa idha qila marka lagu yiraado lahum iyaga kuwa gaalada ah اركعوا ركوعا معناها تكذا لا يركعون ماي ركوع جيرين ماي توكان جيرين يعني الدنيا ده تي مركا صلاه يا عباده لوغو ييرو دغ جلا قميسين جيرين وي سغا دقاق جيرين ويلن هو يومئذ مالنتا للمكذبين كو حق بيني ايو سغناداي الله وحوري هدبا فبأي حديث لمن كان معاندين تي مدح ادغي فبأي حديث وركيبي بعده أي بعد القرآن قرآن كان دبدي يؤمنون أي رمينيان دي وحك الله رمينيان ما تشروي كم بهدي رمين وايين والله سبحانه وتعالى أعلم.